مرحبا يا أطفال، درسنا اليوم حول الوجبات الغذائية. أنا إنسان، أنا كائن حي، أنا أتغذى. يعيش الإنسان على أغذية كثيرة ومتنوعة. أنا أتغذى باللحوم والأسماك والألبان والخضر إلى غير ذلك. إذا نستنتج أن الإنسان يتناول 3 وجبات غذائية في اليوم. نذكر فطور الصباح، الغداء يكون عادة على الساعة منتصف النهار، ووجبة العشاء. إذا يحتاج الإنسان إلى 3 وجبات في اليوم يتخللها لمجتين، لمجة صباحية ولمجة مسائية. وتصنف الأغذية إلى مصدر حيواني ومصدر نباتي كما سيبين هذا الفيديو المصور من قبل تلاميذ السنوات الثانية. هذه المشتريات، إذا سنصنفها حسب المصدر. إذا هناك بعض المنتوجات مصدرها ماذا؟ المصدر الأول حيواني، والبعض الآخر نباتي. حسنا، سنرى هذه السلة حليب ومشتقاته. ما هو مصدر الحليب يا أطفال؟ حيواني. أحسنتي. ما هو مصدر الزبدة؟ حيواني. حيواني. سنمر الآن إلى الغلال. حسب رأيكم الغلال ما هو مصدرها؟ نباتي. نباتي. نذهب إذن للسلة الموالية. إذن هذه المنتوجات سنضعها فوق الطاولة. مصدر نباتي أيضا. هذا مصدرها نباتي. نمر إلى السلة الموالية. ماذا بداخلها؟ خضر. خضر. فيما تتمثل هذه الخضر؟ في البداية ما هو مصدر الخضر؟ نباتي. نباتي. نستطيع أن نصنفه ضمن الغلال لأنه من نفس المصدر. أما السلة الأخيرة فبداخلها لحوم. ما هو مصدرها إذن؟ حيواني. حيواني. فيما يتمثل؟ سلمة. لحم دجاج. لحم نسميهم اللحوم البيضاء لأن هناك لحوم بيضاء مثل صفراء، واللحوم هذيك تسمى بيضاء، واللحوم الحمراء هي كل ما هو لحم نصنفه ضمن اللحوم الحمراء. ما هذا؟ البيضاء. البيضاء.